هاي القبلة من أهم الطرق للتعبير عن العاطفة وعندها فوائد صحية كتيرة بيأكدها العلم. التقبيل بيساهم بإفراز هرمونات مثل الأوكسيتوسين، فازوبريسين والدوبامين وغيرها من الهرمونات يلي بتساهم بتعديل المزاج، وبحسب دراسة أجريت بال2005 هالهرمونات بتساهم بتخفيض مستويات السترس والصحة النفسية وبتساعد بتسريع الشفاء الفيزيولوجي. التقبيل كمان بيساهم بإفراز الأدرينالين والنورادرينالين يلي بيخلوا الشخص متنبه وجاهز للتحرك. البوسة عندها تأثير على الكوليسترول يلي بتساهم بتخفيضه، وعندها كمان تأثير على الحساسية من خلال تخفيض مستوى الكورتيزول. من فوائد البوسة كمان إنها بتقوي جهاز المناعة بسبب تناقل البكتيريا ومحاربتها. مين قال إنه البوسة لها تأثير إيجابي على صحة الأسنان؟ لأنها بتحفز الغدد على الإفراز وبالتالي إزالة الجزيئيات يلي بتسبب تجويف الأسنان. أنا قال بشوفكم بكرة.